مرحبا حبايبي، كيفكن؟ إن شاء الله مبسوطين. اليوم وصفتنا هي بطاطا وقلوبات، ويا ريت ما تنسوا لي اللايك حبايبي، فضلا وليس أمرا. يلي مقاديره كيلو قلوبات مغسولة ومنظفة، يعني كيلو بطاطا، بصلة، كاري، فلفل أسود، فليفلة حمراء، بابريكا، ملح، واثنين معلقة زيت، وكمون. أول شيء أخذنا البطاطا بعد ما قشرناهم طبعا وغسلناهم قطعناهم. وأنا بدي أقليهم بالقلاية الهوائية، وأنتم ممكن تقلوهم بالقلاية العادية يعني. وحطيت عليهم حبايبي بودرة الثوم والفليفلة الحمراء والكمون والشطة والبابريكا. والملح وزيت الزيتون، وخلطتهم منيح مع بعض. وانا هلا بدي اقليهم بالقلاية الهوائية، وانتو ممكن تقلوهم على الغاز، على النار يعني، على القلاية العادية يعني. وبلشت احضر البصل، قطعت البصل هيك مثل جوانح. والبطاطا اذا عم تقلوها بالقلاية الهوائية كل 5 دقائق طلعوها نفضوها حبايبي ورجعوا حطوها بقلبها يعني. وهون عم بقطع انا القلوبات، طبعا فيكم تقطعون بالسكين بس انا حابة اقطعهم بالمقص. وبلشت اتبلهم، تبلتهم بالكاري، والكاري الحاد الحار يعني، وفلفل الاسود والبابريكا والفليفلة الحمراء وبودرة الثوم والملح، ونخلطهم مع بعض منيح. حطيت زيت حسب ما واحد يرغب، معلقتين تقريبا، وتحطوا البصل وتدبلوه مع بعض. انا اقل من معلقتين كمان حطيت، شوية ملح. دبلوا البصلات وحطيت القلوبات بقلبهم حبايبي المتبلين سوا دبلناهم، ونقلبهم هيك، قلبهم بمعلقتين شوي شوي قلبهم. وسكرون حبايبي وكل شوي قلبون شوي، منسكرون هيك. بعدين بنحط لهم، شفت موم مطبوخين لسه، حطيت لهم تقريبا فنجان ماء، وهالفنجان لبين ما ينشف يكون جاهز القلوبات. والبطاطا هيك عم بقليهم، قليت خلصت القلي. هلا بدأت بتشكيلهم. حطيت البطاطا اول شيء على الاطراف، والقلوبات بالنص حطيتهم. وزينتهم بالفليفلة الخضراء وبيبي البندورة او التومات. وهيك صارت وصفتنا جاهزة، واتمنى انه تعجبكم الوصفة، وما تنسوا اللايك حبايبي. اعطونا رأيكم حبايبي، ويلا بحبكم كتير. الى اللقاء.